مساء الخير. انا اسمي ابو. وانا مريم. والدوات بتاعنا اسمه ابو مريم. النهارده هنبدا هنعمل معاكم 5 اغاني، ومبسوطين قوي ان احنا في طنطا، مبسوطين قوي ان احنا في تادكس، ونتمنى ان نعجبكم. دي اسمها شهرزاد، وهي عباره عن حكايه هنحكيها لكم، ركزوا معاك. في البداية عاش ملك حكاية، سمعتها الأجيال، حب غدرت بي حبيبته، قفلت له قلبه الحياة. منين نبتدي الحكاية؟ نبدأ من البداية، حكاية شهرزاد. انت الوزير وذكي وغنية وبتحب الحياة. في يوم الوزير جه بيبكي، الملك طالب بنتي، هاتي أختك دنيا زاد. لا قالت خدني بدلها، الملك هيقتلها، وانا عندي فكرة للنجاة. حواديت عاشت الف ليلة، الف ليلة وليلة عاشوا في الخيال. حواديت وملهاش نهاية، كل ليلة وليلة دار الحياة من جديد. كلام شهرزاد كان حما، والنسية وسحر شهريار. كان كلامها لحن في خياله، غيرت له حاله، خلت ليله نهار. ياه كملي الحكاية، احكي يا شهرزاد. يا غني يا ملك يا سعيد بالرأي الرشيد، وكان يا مكان حوادي عاشت ألف ليلة وليلة عاشوا في الخيال.
الاغنيه دي اسمها اكسجين. لو فكرت شويه تلاقي الدنيا دي فانيه محدش باقي، ناس كتير عدت منها ومشيت، ليه نتخانق ليه نتعارك، اهلي زمالك والله ما فارق، المهم ان احنا بني ادمين. لا تقولي لون ولا نوع ولا دين ولا عنده ايه ولا ده ابن مين، كلنا عايشين نتنفس اكسجين. لا تقولي لون ولا نوع ولا دين ولا عنده ايه ولا ده ابن مين، كلنا عايشين نتنفس اكسجين. لو بصت جامد في ملامحي هتلاقي شبهتنا بتمحي اي فروق تانية بيني وبينك، حلمك حلمي وهمك همي، بينا نعمر بينا نعلي، يلا كفاية عبطي دي في ايدك. لا تقولي لون ولا نوع ولا دين، لا ولا عنده ايه ولا ده ابن مين، كلنا عايشين نتنفس اكسجين. لا تقولي لون ولا نوع ولا دين ولا عنده ايه ولا ده ابن مين، كلنا عايشين نتنفس اكسجين. شكرا شكرا. دي تاني أغنية عملناها، أول مرة لعبناها كان في التحرير. بيني وبينك أنا وإنت في بس معاه أجندة، بيني وبينك أنا وإنت في مندس معاه أجندة. أيوة يا عم الريس قال، الريس قال بطل غلبة وكتر السؤال، خاف على المدام وعلى العيال من المندس والأجندة. بيني وبينك أنا وإنت في مندس معاه أجندة، بيني وبينك أنا وإنت في مندس معاه أجندة.
المندس عميل جبار عميل جبار عميل جبار جاب كنتاكي للصوار الصوار خلى الشعب يولع ما ده المندس والأجندة بيني وبينك أنا وإنت بيني مندس مع أجندة بيني وبينك أنا وإنت في مندس معه أجندة الأجندة عالمية عالمية أمريكانية إيرانية إسرائيلية قطرية فيها طاقة نووية إرهابية ماسونية قليوبية بينا ندور على الأجندة بيني وبينك أنا وإنت في مندس مع أجندة بيني وبينك أنا وإنت في مندس مع أجندة مندس معه أجن في مندس معه أجن شكرا شكرا هي كل أغاني اللي احنا كتبناها بدأنا نكتبها من أول الثورة وأول مرة نغني كان في قبل الرحيل في ميدان التحرير وبعد كده كملنا الدوات بتاعنا فهو ظهر بالصدفة اتولد مع الثورة وكملنا الأغاني كلها احنا بنكتبها والأغنية الجاية اسمها هوب 2 ولو هنسقف بنسقف بحماس عشان دي عايزين فيها سقفة بجد شمال يمين ماشيين صف منظمين في ايدين بعض الكلبشين هوب اتنين هوب اتنين شمال يمين شمال يمين ماشيين صف منظمين في ايدين بعض الكلبشين من خيالهم خايفين فاتحين عينهم مش شايفين امشي في صف منظم هوب اتنين هوب اتنين هوب اتنين شمال يمين شمال يمين ناس حافظين ومش فاهمين زي الدومنا مرصصين في نفس القالب محطوطين وبمزاجهم مربوطين امشي مالكش دعوة هوب اتنين الحياة اسهل واحنا ماشيين ناعم وياني الحياة الطف واحنا طفين نفكر ونعيد ونزيد ونعيد من تاني واحنا ممكن نمشي ورا التانيين واحنا ممكن نمشي ورا التانيين هوب اتنين هوب اتنين شمال يمين شمال يمين كله في بعض مشبكين كمان على بعض مطقمين رأي ثاني مش سامعين ولا على بالهم مطنشين طبسي بالصف في حاله هوب اتنين الحياة اسهل واحنا ماشيين ناعم ياني الحياة الطف واحنا طفين نفكر ونعيد ونسيب ونعيد من تاني واحنا ممكن نمشي ورا التانيين واحنا ممكن نمشي ورا التانيين الحياة اسهل واحنا ماشيين
عمياني الحياة ألطف واحنا طفين نفكر ونعيد ونزيد ونعيد من تاني واحنا ممكن نمشي ورا الباقي واحنا ممكن نمشي ورا الباقي هي شكرا. دي طبعا كانت النشيد الوطني لاي حد شايل فيشه وماشي ورا حد عمياني ف دي النشيد الوطني بتاعه. مش عارف احنا قدامنا وقت لسه قد ايه بعد اذنك؟ ربع ساعة. اوكي. ممكن مش هخاف. الاغنية اللي جاية اسمها مش هخاف واحنا لسه مصورينها فيديو كليب ومفروض ان شاء الله هينزل قريب فاستنونا تشوفونا قريب في التلفزيون ان شاء الله. تعديل سريع احنا مكتوب بس في برنس ان مريم وابو هو ده كان اول شهرين في البروجكت مريم وابو دلوقتي بقى اسمنا ابو مريم فهتلاقونا على الفيسبوك على ابو مريم. مش هخاف مهما يا دنيا ضربتي فيا انا مش هخاف مهما قسيت يوم عليا انا مش هكون عايش حياتي كل يوم ظنون في هموم اخرتها ايه نبكي عليه هي الحياة بتدوم مستحيل احني راسي وانحني علشان اعيش دي المزلة فيكي كسرة والضعيف ما بيسويش والطرق فيكي كتيرة والسكك ما بتنتهي وعيش واضحك في وشك وهطير بيكي لفوق برقتي مش إرادتك ومش هخاف مش هخاف مش هخاف وطير علي في راسي وقلبي جامد من حديد ولو فشلت اقوم واحاول من جديد مش هخاف
شكرا شكرا. والله احنا مبسوطين جدا ان انتوا عاجبينكم الاغاني يعني الحمد لله. احنا حاسين ان انتوا مبسوطين فاحنا مبسوطين احساس متبادل. اغنيه دي اسمها دنيا. الدنيا فيها ناس كتير، فيها الغني وفيها الفقير، فيها العقل وشد راح، فيها القلب وشد راح، فيها اللي كان حاجة زمان، فيها اللي قالها كله كان، فيها اللي باع ولا اشتراش، فيها اللي خاف ولا اختشاش. تبقى مشهور او تبقى غرور، ليه تكون قلوق روق وروق بعد الغروب جت شمسها. أو تبقى غروب، ليه تكون قلوق روق وروق بعد الغروب جت شمسها. دنيا جميلة بحبها، الدنيا دي بتلعب بدلها، تبقى فيها ومش فاضلها، عايش حياتك يوم بيوم ما بين سعادة وبين غيوم. فيها اللي عاش حياته خوف، فيها اللي طال رغم الظروف، فيها اللي نام بال ومرتاح واللي النوم من عينه راح. أو تبقى غروب، ليه تكون قلوق روق وروق بعد الغروب جت شمسها. تبقى شوق أو تبقى غروب، ليه تكون قلوق روق وروق بعد الغروب جت شمسها. دنيا جميلة بحبها، روق وروق بعد الغروب جت شمسها. دنيا جميلة بحبها. شكرا. آخر أغنية اسمها ما بقتش أخاف، بقت مصري. دي أول أغنية عملناها خالص. الصورة قامت فجأة في قلوب الناس.
كنت ساكت طلعلي صوت انا كنت تايه واتلاقيت بهتف بصوتي من الميدان بصرخ واقول يا ناس صحيت فداكي بلدي لو حتى موت موتي يقوم ملايين بصرخ بقلبي باعلى صوت ما بقتش شكرا شكرا. احنا فعلا شاكرين جدا, اتبسطنا قوي معاكم, ويا ريت تخشوا على الفان بيج بتاعتنا ابو مريم على الفيسبوك. ميرسي.